من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. من رحم الضفة مقاوم أعاد النبض 11 رصاصة أصابت خطط بن غفير وسموتريتش ونتنياهو لتوسيع الاستيطان قبل أن تقتل عناصر الشرطة الثلاثة عند حاجز ترقومية في الخليل. هناك اتحدت الفصائل الفلسطينية أزالت متاريس السياسة ببندقية مقاومة، ومن الخندق الواحد صعدت العمل الفدائي بعدما صعد الاحتلال جرائمه في القطاع كما الضفة. ذلك الحيز الهادر يخشاه قادة الاحتلال هو خاصرة رخوة لكيانهم يقولون. هناك حشدوا من جنودهم 3 أضعاف ما حشدوه لغزة، وربما يستعدون للمزيد، فيما المقاومة تصر على التصدي في الضفة كما القطاع. تقنص، تكمن، تفجر، تغير فتقتل المعتدي. من غزة جاء الخبر صعدت المعارضة الإسرائيلية ومعها تصاعد الخلاف في السياسة كما في الأمن والعسكر. مقتل 6 من الأسرى الإسرائيليين دفع مئات الآلاف من المستوطنين إلى التظاهر وطلب صفقة تبادل فورية، فتشظى الكابينت وطالب مريدو نتنياهو بإقالة وزير الأمن يوآف جالانت، فهو قال إن الوقت ينفذ وإذا أردنا استعادة الأسرى أحياء فليس لدينا وقت، محذرا من الخطر الداهم وداعيا إلى تفكيك عقدة فيلادلفيا. مشاهدين، في هذه التغطية الخاصة سيكون معنا من القدس المحتلة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علي الأعور. أهلا بك معنا أستاذ علي. ومعنا من لندن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الأستاذ زياد العلول. أستاذ زياد أهلا بك معنا، على أن ينضم إلينا مشاهدينا في سياق هذه التغطية مراسل ميادين في واشنطن محمد كريم. البداية معك أستاذ علي الأعور، وتحديدا من تطورات التظاهرات التي شهدتها تل أبيب وأكثر من مدينة في فلسطين المحتلة للمطالبة بعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية. هذه التظاهرات تمر صورها الآن على شاشة الميادين ونحن نتحدث معك، أي مشهد يمكن الحديث عنه؟ أي دلالات لهذه التحركات الكبيرة خاصة بعد دعوة الهستودروت للمشاركة في الإضراب اليوم في فلسطين المحتلة؟ نعم، تحياتي لك أخي عبد الرحمن، وتحياتي إلى ضيفك الكريم، تحياتي إلى السادة المشاهدين ومتابعي قناة الميادين الموقرة من القدس المحتلة. بالتأكيد العثور على 6 جثامين و6 جثث وإعادتها في توابيت إلى تل أبيب ربما شكلت هزة عنيفة في داخل المجتمع الإسرائيلي، هزة عنيفة في كل إسرائيل. وبالتالي اليوم إسرائيل تنتفض ضد نتنياهو لأنه هو من عطل صفقة تبادل الأسرى على مدى 11 شهرا، وكان بالإمكان أفضل مما كان، هكذا يردد المتظاهرين، وقالوا بأن دماء الأسرى الإسرائيليين على أيدي نتنياهو، أي أن أيدي نتنياهو ملطخة بدماء الأسرى الإسرائيليين. اليوم أكثر من 300 متظاهر، نعم سيغير المعادلة بأكملها. نتنياهو كان يعتقد بأنه سيحقق النصر المؤكد والنصر المبين وما إلى ذلك، ها هي جثث الأسرى تعود في توابيت إلى تل أبيب وأصبحت المعادلة واضحة تماما. عندما كان نتنياهو يعتبر نفسه بطلا قوميا بقتل 40,000 شهيد من الأطفال، يوم أمس في منتصف الليل يقصف أطفال أبرياء نائمين نيام في قلب بيوتهم في جباليا، ويقصف الزبابدة بمسيرات ومخيم نور شمس يدمره تدمير كامل. جاء له الرد على حاجز ترقوميا في جنوب الضفة الغربية من جبل الخليل. سأتحدث عن ترقوميا معك أستاذ علي الأعور ومع الأستاذ زياد العلول، ولكن أريد بداية أن أتحدث عن هذه التظاهرات، لأن هذه التظاهرات لم تكن عادية. الحديث بأنها قد تكون نقطة تحول في سياق هذه التحركات التي بدأت بعد مدة من الزمن بعد 7 أكتوبر. أنت ذكرت أنه موضوع الأسرى 6 الذين وجدوا مقتولين، ولكن كما تعلم إسرائيل ليست المرة الأولى التي تجد عدد من الأسرى وهم يعني قد فارقوا الحياة. لماذا هذه المرة أدت الأمور إلى هذه التحركات التي رأيناها بهذا الشكل؟ نعم، هذه المعادلة اليوم مختلفة كليا.
كل المظاهرات التي كانت على مدى 11 شهرا تختلف كليا عن مظاهرة اليوم. مظاهرة اليوم الكل أول مرة أعضاء في الحكومة في خارج الحكومة الإسرائيلية من المعارضة، بيني جانس يدعو جمهوره إلى الخروج إلى الشوارع، لابيد يدعو الجمهور إلى الخروج إلى الشوارع، ورئيس الهستدروت اليوم دعا إلى إضراب شامل سوف يشل كل الحركة في تل أبيب من مطار بن غوريون مرورا بشبكة القطارات والحافلات إلى المصانع وإلى ورش البناء وإلى كل مكان في إسرائيل، حتى رياض الأطفال غدا مغلقة والمدارس أيضا معطلة بعد الساعة 11 صباحا. إذن هذا تطور مهم جدا، ولكن الجديد العثور على جثث الأسرى، 6 أسرى إسرائيليين، أصبحت المعادلة واضحة، جاءت بعد نصف كل المفاوضات في الدوحة والقاهرة. حتى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت حمل نتنياهو المسؤولية عن فشل هذه المفاوضات وقال له يجب الانسحاب من فيلادلفيا. ماذا فعل نتنياهو؟ ذهب وجاء بأعضاء الحكومة الإسرائيلية، جابوا معه سموتريتش وبن غفير وأري دري وصوتوا الجماعة ورفعوا أيديهم في بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا. إذن نسف كل المفاوضات في القاهرة. ماذا كانت النتيجة؟ العثور على 6 جثث للأسرى الإسرائيليين. المعادلة تغيرت أنا بتقديري، وإذا ما قدمنا قراءة أيضا موضوعية للمشاهدين الكرام نجد أن بالفعل المعادلة تغيرت لدى حركة حماس وبينها وبين إسرائيل، وأصبحت المعادلة تماما الآن لم يبقى خيار أمام نتنياهو سوى نقطة واحدة، أي أسير إسرائيلي إذا يريد نتنياهو إعادته حي إلى تل أبيب يجب أن يتم عبر صفقة تبادل أسرى. هذه النقطة اسمح لي أستاذ زياد أن ننقلها أستاذ علي، أن ننقلها لأستاذ زياد هذه النقطة. أستاذ زياد، فهل فعلا نتنياهو الآن بات محشورا بالزاوية إذا صح التعبير؟ يعني ليس لديه أي حل بعد هذه التحركات التي رأيناها تكبر بهذا الشكل ودعوة الهستدروت والحديث أيضا عن إضراب شامل، والبعض يتحدث عن إمكانية أن يكون هناك تمديد لهذا الإضراب. هل فعلا نتنياهو وصل إلى الحائط المسدود أم لا؟ يعني التجربة خلال الأشهر الماضية تؤكد أنه نتنياهو لم يعر انتباه ولم يعر اهتمام لكل هذه التحركات خارج التحركات بعشرات الآلاف، ولم يؤثر ذلك ببنيامين نتنياهو. وتاليا هذه المرة حتى لو نزل 300 ألف، حتى لو نزل مليون، ما سابقا نزل أكثر من مليون عندما كان هناك موضوع المشاكل على المستوى القضائي ولم يتأثر نتنياهو. هل سيتأثر هذه المرة فعلا أم أنه لا هذه كسابقاتها؟ يعني أتصور ما حدث الليلة ليس فقط خروج يعني مئات الآلاف في مظاهرات شلت الحركة في تل أبيب، لكن الخطوة الأهم والأبرز هي الدعوة إلى إضراب شامل من الهستدروت. والهستدروت هو أكبر نقابة عمالية وعمرها أكبر من عمر الاحتلال، يعني هي الدولة. وعندما تدعو إلى إضراب وإلى شلل عام، حتى لو كان الظاهر هو الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، لكن ما تحاول الهستدروت وهذه النقابة العمالية محاولة إنقاذ المجتمع الصهيوني الإسرائيلي المستنزف. نحن نتحدث عن شلل تام في كافة قطاعات الصناعة والتجارة، عدا عن العدد الكبير من اللاجئين شمال فلسطين المحتلة وجنوبها الموجودين أصلا في منطقة جغرافية بين تل أبيب وحيفا. إذن الدعوة إلى الإضراب هو الأخطر بالنسبة لنتنياهو وليس الشارع. الشارع على مدار 11 شهرا ما زالت الحكومة متماسكة وما زال نتنياهو والكابينت تبعه متماسك، لكن الدعوة إلى الإضراب الشامل غدا هي الأخطر. وهذه الدعوة إذا سمعنا تصريحات رئيس الهستدروت ويتحدث أنه قبل اتخاذ هذه الخطوة تحدث مع جنرالات في الجيش وتحدث مع سياسيين، إذن هذه الخطوة هو قام بها بالتنسيق مع أدوات والقوة لدى المجتمع الصهيوني وفي محاولة الإنقاذ. وكما قلت ليس فقط الأسرى، ولكن أستاذ زياد الدعوة الآن للإضراب ليوم واحد الصهيوني. يعني حتى نعم. ليوم واحد الإضراب هذا سيؤثر لهذه الدرجة؟ يعني لماذا سيتأثر نتنياهو إذا كان هناك إضراب ليوم واحد سيكون هذا الإضراب ومن ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه؟ هذه البداية. وحتى رئيس الهستدروت قال عندما سئل هل سيمدد الإضراب قال سنرى ماذا تأثيره. هناك تأثير كبير، نحن نتحدث عن شلل تام سوف يكون في كل مناحي الحياة في دولة الاحتلال.
وهذا الإضراب هو بداية عصيان مدني كانت المعارضة تطالب فيه على مدى شهور ماضية، لكن الآن مجرد اتخاذ هذه الخطوة، إذا هذه الخطوة سوف تكرر، إضافة إلى ضغط الشارع، لكن ضغط الشارع لا يكفي وحده، لكن خطوة الإضراب الشامل أنا أقول هي الأخطر على نتنياهو، والتي أنا أعتقد هو نتنياهو أن يعرف، وحتى المجتمع الذي الصهيوني وحتى من اتخذ القرار في الإضراب هو يعرف أن نهاية نتنياهو تنتهي بوقف إطلاق النار، فلذلك هذا نتنياهو هو يحاول، هو يعني الأهداف الموجودة في قطاع غزة كملت، يعني كان يهدد برفح وخان يونس ومعظم مناطق قطاع غزة انتهت، هو الآن يحاول أن يفتح جبهة أخرى في الضفة الغربية، فلذلك هو مستمر في الذهاب بهذا العدوان وهذه الحرب المستمرة، ولكن ككيان صهيوني كله يتهاوى، يعني نتنياهو من أجل مصلحته الذاتية والحفاظ على كرسيه هو وبعض المتطرفين يأخذ محو هذا الكيان نحو الهاوية، فلذلك هناك ضغوط من النقابات العمالية وأيضا من المعارضة، يعني أنه ليس الدعوة إلى إضراب من طرف الاستدروت بل مدعومة بجنرالات من الجيش، مدعومة من المعارضة الصهيونية، ومدعومة من كل مؤسسات المجتمع المدني، ومرفوضة يا أستاذ زياد من شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة. هنا أستاذ علي الأعور تحديدا من بتسلائيل سموتريتش الذي هدد وقال بأنه من سيشارك في هذا الإضراب لن نعطيه الراتب، وتحدث أيضا عن إمكانية رفع دعوى أمام المحكمة في إسرائيل. هذه التهديدات من بتسلائيل سموتريتش هل يمكن أن تؤثر على حجم هذا الإضراب؟ أولا أستاذ عبد الرحمن والسادة المشاهدين، سموتريتش وبن غفير دائما وأبدا في إسرائيل هم ربما فقط بروباغندا للإعلام للاستهلاك المحلي، ولكن دعني أشير إلى نقطة ربما أهم من تصريحات سموتريتش. سموتريتش نعم هو وزير المالية ويستطيع أن يصرح بهذه التصريحات ويمنع الراتب وما إلى ذلك، ولكن الجديد هنا أولا الدعوة هي سياسية إلى المظاهرات اليوم، دعوة الإضراب أيضا سياسية لأن رئيس الإضراب أيضا اعتمد الدعوة إلى الإضراب بطابع سياسي واتجاه سياسي، إذا هذا تحول مهم جدا وتحول نوعي في شكل المظاهرات، على اعتبار أن الأحزاب المعارضة أيضا دعت جماهيرها للاشتراك في هذه المظاهرات. أما النقطة الأهم أنا في تقديري هي تغيير سيكولوجية نتنياهو، تغيير عقل نتنياهو، هذا سؤالك الأول، وتغيير فكر نتنياهو. هل فعلا هذه المظاهرات سوف تؤثر على نتنياهو؟ المظاهرات في حد ذاتها لن تؤثر على نتنياهو، ولكن وصول 6 جثث في توابيت إلى تل أبيب هذا يعني أن بقاء 100 أسير إسرائيلي آخر سوف يتحمل نتنياهو مسؤوليتهم القانونية والتاريخية والانتماء لإسرائيل واليهودية وما إلى ذلك. إذا نتنياهو الآن أستاذ علي، ولكن وصلت جثث سابقا، وصلت جثث سابقا بتوابيت إلى الاحتلال الإسرائيلي ولم يتأثر نتنياهو. هذه المرة مختلفة كليا، لأن نتنياهو لم يعد له أي هدف في قطاع غزة، كل أهداف والعملية العسكرية انتهت، وبقاؤه هو مستمر فقط من أجل افتعال الأزمات مع جمهورية مصر العربية، أو حتى من أجل ربما فتح جبهات أخرى ومن أجل مصالحه السياسية الشخصية، هذا أصبح معروف حتى للمجتمع الإسرائيلي. أنا بتقديري هذه الجثث نعم لم تكن الأولى التي يتم العثور عليها وإعادتها إلى تل أبيب، ولكن هناك جديد في هذه الجثث، هناك تطور مهم جدا، هناك تطور في المعادلة التي وجدت منذ فجر هذا اليوم أو منذ أمس عندما تم العثور على هذه الجثث. هذه المعادلة تقول لنتنياهو أمام خيار واحد فقط ولا غيره، هناك 100 أسير إسرائيلي، إذا أردت أن تعيدهم أحياء ممن تبقوا أحياء لن يتم ذلك إلا من خلال صفقة تبادل أسرى. يعني نتنياهو لازم تحضر نفسك أمام الجمهور الإسرائيلي أنه هناك أيضا يمكن أن يعودوا في جثامين وفي توابيت، وبالتالي هنا بتقديري هنا النقطة المهمة جدا. إذا نتنياهو سوف يغير تفكيره وأيضا علاقته بالمفاوضات والوفد المفاوض الذي صرح بكل صراحة رئيس الشباك ديدي برنياع ورئيس رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الشباك رولين بار وحتى نتسان ألون مفاوض الجيش قالوا أن نتنياهو هو من يعطل صفقة تبادل الأسرى. الآن نتنياهو أصبح على المحاك أمام كل هذه الجماهير، أمام كل الشارع الإسرائيلي، من بقي وقف مع نتنياهو؟ بن غفير وسموتريتش. دعنا من بن غفير
الكبير وسموتريتش أصحاب التوك توك وأصحاب البروباغندا. الآن نتنياهو هو الوحيد الذي يملك القرار. عودة الجثامين سوف تؤثر على فكر نتنياهو وقرار نتنياهو وعقلية نتنياهو كيف يمكن أن يتعامل مع هذا الجديد. الجديد هو إعادة الأسرى الإسرائيليين في توابيت. ماذا حصل في مخيم النصيرات أستاذ عبد الرحمن؟ 4 أسرى إسرائيليين كانت الأسيرة الإسرائيلية تصرح وتمرح في فناء البيت وخرجت من الأسر كأنها خارجة من صالون كوافير، كأنها خارجة من كوافيره وطلعت وذهبت إلى اليابان لكي تتحدث بمعاملة سيئة. وماذا حصل؟ 350 شهيد أستاذ عبد الرحمن، هذه نقطة مهمة صحيح جدا. صحيح. 350 شهيد دفعنا من دماء شعبنا في مخيم النصيرات وسوق النصيرات حتى نتنياهو يتباهى بمؤتمر صحفي بعد تحرير هؤلاء 4 أسرى وكانوا في البيت، في ساحة البيت بيأكلوا وبيشربوا. وكما أشرت الأسيرة الإسرائيلية خرجت كأنها خارجة من صالون كوافير. وبالتالي ماذا كانت النتيجة؟ دفع الشعب الفلسطيني 350 شهيد. الآن تعود إلى نتنياهو بدون أي شهيد فلسطيني. إذن هناك معادلة جديدة. لا أريد أن أدخل في التفاصيل وما أشار إليه الإعلام العبري لأنني لا أتبنى الرواية العبرية، بل أقدم تحليل وقراءة موضوعية لما يشهده المجتمع الإسرائيلي والمشهد في داخل إسرائيل. إذن نحن سنكمل الأستاذ علي بهذا النقاش وتقديم أيضا وجهة نظر موضوعية بطبيعة الحال ومهنية وتلامس الواقع، كما أيضا عودنا المشاهدين في شاشة الميادين وعلى قناة الميادين، ولكن أيضا في سياق التطورات مشاهدينا. هناك اجتماع افتراضي عقده مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع عائلات الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، هكذا أعلن البيت الأبيض بهذه العبارات عن هذا الاجتماع. سنسأل الزميل محمد كريم مراسل الميادين في واشنطن. إذن محمد، ماذا دار في هذا الاجتماع؟ ما الذي رشح من تفاصيل عن هذا الاجتماع؟ بداية عبد الرحمن، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدين. بدون أدنى شك هذا الاجتماع الذي صدر عنه بيانا قبل قليل من البيت الأبيض أشار إلى أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى وبشكل افتراضي مع عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة. وعندما تحدث عن الأرقام لربما كان الحديث يسري عن 8 ربما أسرى هم يحملون الجنسية الأمريكية متواجدون في غزة بحسب ما تدعي الإدارة الأمريكية. وبالتالي هذه العائلات تم لقاءهم وتم اللقاء معهم هذا اليوم. كانت فيه محاولة جديدة من إدارة الرئيس بايدن وتحديدا من الأمن القومي الأمريكي لطمأنة هذه العائلات بأن الإدارة تقوم بما وسعها لكي تعيد هؤلاء الأسرى إلى الولايات المتحدة سالمين، لا أن يعودوا جثامين كما حصل في الحادث الأخير الذي حصل في مدينة رفح. وبالتالي هذه المحاولة الجديدة من إدارة بايدن هي لامتصاص حالة الغضب، حالة الإحباط التي يعاني منها أسر هؤلاء الضحايا. حاول جيك سوليفان خلال هذا اللقاء طمأنت عائلات الأسرى بأن الحكومة الأمريكية وبأعلى المستويات هي تعمل على إعادة هؤلاء الأسرى المحتجزين لدى المقاومة بأسرع وقت ممكن، وأنها تعمل على إنجاز هذا الأمر. ولكن بطبيعة الحال هذا إلى حد كبير يتناقض لربما عبد الرحمن مع ما رأيناه يوم أمس من بيانات صدرت عن الرئيس بايدن أو حتى من نائبة الرئيس أيضا كاميلا هاريس الذين أصدروا بيانا عقب إعلان مقتل الأسير الأمريكي في رفح، بأن كما ذكر بايدن بأن قيادة أو قادة المقاومة وقادة حماس سيدفعون ثمنا باهظا. أيضا هاريس هي لم تتطرق في بيانها إلى مسألة المفاوضات وكرست البيان بمختلف جمله بمهاجمة المقاومة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية ما يجري وما يحدث اليوم في غزة. وأيضا قالت بأنها ستعمل على إنهاء تهديد حماس لإسرائيل، وبالتالي هذه جملة لافتة بالإضافة إلى جملة الرئيس بايدن. ومن هنا لم نلمس حتى أي ضغوط لربما حتى وإن كانت ضمنية
على نتنياهو المعروف حتى لدى اليوم الأوساط الأمريكية بأنه المتسبب لربما بعملية عرقلة كل الجهود المتعلقة بالمفاوضات التي كان من المزمع أن تنتهي أو تخرج بنتاج عقب موافقة المقاومة الفلسطينية على بنودها في قبل شهرين من الآن. قبل قليل أيضا كان هنالك اتصال هاتفي جرى ما بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وأيضا مع وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت، وتم إعادة تكريس هذه الجملة، جملة أن قادة حماس سيدفعون الثمن، وبالتالي يبدو أن هنالك بمثابة ضوء أخضر على ما يبدو أمريكي لنتنياهو للمضي بعملية الإبادة التي تحصل في غزة. ولكن اللافت الأكثر لربما في البيان الذي صدر عن البنتاغون هو مسألة الحديث عن مقتل 3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية، وهنا نوه لويد أوستن في البيان الذي صدر عن البنتاغون بأن هنا هذا الحادث هو ربما يؤشر إلى حادث إرهابي، وهنالك تصاعد لربما للعمليات الإرهابية في الضفة الغربية على حد تعبير البيان، وبالتالي هذا أيضا هو بمثابة ربما يفهمه البعض ضوءا أخضر لإسرائيل ولجيش الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدما في عملياته العسكرية التي تجري أيضا في شمال الضفة الغربية. أما على الصعيد السياسي وبعجالة، فيبدو أن المسألة الرهائن أو الأسرى في غزة والمعتقلين أيضا لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي هي بدأت تأخذ منحا انتخابيا سياسيا هنا داخل الأوساط الأمريكية وتحديدا بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي. صحيح أن هنالك بعض الدعوات صدرت من قيادات داخل الحزب الديمقراطي مثل كريس فان هولن وأيضا لربما ديك دوربن، وهما من القيادات التقليدية للحزب الديمقراطي بالدعوة إلى ضرورة إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى إلى بلدانهم، لكن لم يتم طرح أي مسألة فيما يتعلق بالضغط على نتنياهو أو تحميله مسؤولية فشل كل المفاوضات والمحاولات التي جرت سواء كانت في الدوحة أو القاهرة. في المقابل فإن الحزب الجمهوري وقيادات الحزب الجمهوري يدينون إدارة بايدن ويعتبرونها هي المسؤولة عن مقتل الرهائن لأن أو الأسرى لأنها لم تقدم الدعم المطلوب لإسرائيل كي تنجز المهمة بالقضاء على حماس على حد وصفهم. شكرا جزيلا لك الزميل محمد كريم مراسل ميادين على كل هذه المعلومات والتفاصيل التي أفدتنا بها من واشنطن. أستاذ زياد العلول، بما أنه تحدثنا مع الزميل محمد كريم عن الموقف الأمريكي، الآن الموقف الأمريكي برأيك كيف يمكن أن يتطور؟ هل سنشاهد موقفا أمريكيا يدعم هذه التحركات التي تطالب بوقف لإطلاق النار من أجل عملية تبادل للأسرى فورية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أم أن الموقف الأمريكي كما يصفه البعض حتى الآن هو حمال أوجه، هو متناقض، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في نفس الوقت تسليح نتنياهو، إعطاء نتنياهو كل ما يريده لإكمال الحرب؟ الآن الموقف الأمريكي كيف يمكن أن يتجه، وهل ما زال هناك مجال للمناورة بالنسبة للإدارة الحالية إذا ما كانت تفكر بإنجاز ما لصرفه في الانتخابات الرئاسية؟ يعني بكل أسف أقول بداية أن الموقف الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري هو داعم للرواية الصهيونية وداعم للاحتلال، وهو مزود له بكل أنواع الأسلحة، وهو شريك في هذه الإبادة التي تحصل للشعب الفلسطيني. وأيضا الفترة المتبقية لفترة بايدن نحن نتحدث عن شهرين أو أقل، بمعنى هذه الفترة الحرجة قبل الانتخابات الأمريكية نتنياهو يعي جيدا أنها حساسة وأنها من الصعب حتى كإدارة أمريكية أن تأخذ قرار باتجاه الضغط على إدارة نتنياهو. لكن تاريخيا إدارة بايدن حتى من عصر أوباما هو لا يوجد تفاهم مع شخص نتنياهو، وكان هناك دعم واضح إلى المعارضة الإسرائيلية واستضافة جانتس في أمريكا وفي البيت الأبيض. لكن أنا أقول أن الوقت المتبقي للانتخابات هو الذي لا يسمح بضغط أمريكي حقيقي، فنتنياهو يعرف ذلك. لذلك نتنياهو تجرأ على قصف الضاحية الجنوبية وتجرأ على قصف طهران، والآن يتجرأ على توسع المنطقة في الضفة الغربية. هو الآن يعي أن الفترة المتبقية للانتخابات تعطيه هامش من المزيد من الإجرام والمزيد من التنكيل بالشعب الفلسطيني. لكن الضاغط الحقيقي كما قلت الشارع الصهيوني، وأيضا دخول يعني عامل جديد وهو نقابة العمالية الهستدروت التي تطالب بإضراب شامل
وهو أشبه في بداية عصيان مدني، وغدا سوف تكون التجربة الأولى وسوف تتوسع هذه الإضرابات. أعتقد أنها سوف تتوسع لأن الكثير كما قلت لأنه نتنياهو بقي وحيد، فهو لا توجد يعني رئيس الشبك ورئيس الموساد وجنرالات الجيش هي تعرف وتتحدث ليل نهار أن نتنياهو هو المعطل للصفقة، نتنياهو هو الذي يتحمل المسؤولية عما يجري في غزة، وأيضا استنزاف الجيش الاحتياط والجيش الصهيوني المتورط في قطاع غزة. لا تعتقد أن المجتمع الصهيوني يعيش في أيام سهلة، هو يعيش في أيام صعبة، فلذلك هذه محاولات الضغط الداخلي سواء الإضرابات أو لا. تحرك الشارع هو محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل تفرد نتنياهو الكبير في قيادة هذا المجتمع الصهيوني نحو الهاوية. على كل حال الضغط أيضا مشاهدينا جاء من قبل كتائب القسام، وذلك عبر رسالة مصورة تحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الأسرى الستة الذين قتلوا في غزة. الفيديو يوضح أن الأسرى الذين قتلوا كانوا بالفعل أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة التي يجري التباحث بشأنها. نتابع هذا الفيديو. أستاذ علي الأعور، يبدو أن كتائب القسام، يبدو أن حركة حماس، بقية فصائل المقاومة الفلسطينية تعي جيدا إدارة المعركة الإعلامية والحرب النفسية مع الاحتلال الإسرائيلي. توقيت نشر هذا الفيديو بهذه الطريقة في ظل احتدام التظاهرات والتحركات، هل سيخدم عملية التوجه إلى وقف إطلاق النار وأيضا المساهمة في الضغط أكثر على بنيامين نتنياهو من خلال الشارع الإسرائيلي؟ أنا بتقديري هذا الفيديو أولا هو حديث جدا، عندما فضل نتنياهو محور فيلادلفيا وقال للجمهور الإسرائيلي أفضل محور فيلادلفيا على الأسرى الإسرائيليين، كان شريط الفيديو واضح تماما بأنهم كانوا أحياء، وهذا الفيديو حديث جدا. أنا بتقديري هذا الفيديو سيشكل ضغط كبير على نتنياهو وتغيير استراتيجي في تفكير نتنياهو. لم يعد أمام نتنياهو أي استراتيجية أخرى، الاستراتيجية الوحيدة هي خروجه من فيلادلفيا وخروجه من التسريم وإعادة سكان قطاع غزة النازحين في رفح ودير البلح إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة. هذه المعادلة الجديدة التي تحدثت عنها، وبالتالي هذا الفيديو سيكون له تأثير كبير ليس فقط على نتنياهو، سوف يعطي يوف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الموساد ورئيس الشباك ونيسان ألون سيعطيهم قوة على طاولة المفاوضات، سيعطي الوسيط القطري والمصري أيضا قوة على طاولة المفاوضات. أما المقاومة أنا بتقديري فقد تقدمت 10 درجات إلى الأمام في شروطها على طاولة المفاوضات، وبالتالي نتنياهو الآن سوف يتراجع عن ولكن البعض يا أستاذ علي قد يعتبر أنه ما يحصل وجود هؤلاء الأسرى الستة يعني وهم فارقوا الحياة هذا سيعقد المفاوضات. لماذا؟ واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيدا بعد التأكد من وفاة الرهائن الستة، وتضيف نقلا عن مسؤولين أمريكيين تنتابنا مخاوف من أن عدد الرهائن الأحياء قد لا يتجاوز العشرات. البعض يتحدث الآن أنه وجود هؤلاء الأسرى وهم ميتون وقد فارقوا الحياة هذا سيعقد المشهد، سيعقد المفاوضات. أنت تقول هذا سيدفع بالمفاوضات قدما، كيف؟ نعم أستاذ عبد الرحمن، ربما 20 عام وأنا في داخل المجتمع الإسرائيلي بينما كنت طالب حتى الآن وكأستاذ أيضا بين الجامعات الإسرائيلية والطلاب والمجتمع الإسرائيلي في كل مكان، أعرف ماذا يعني مقتل إسرائيلي واحد بالنسبة للإسرائيل، ماذا يعني مقتل هذا الإسرائيلي أو ذاك، وعملية لا أريد أن أدخل في العمليات، سوف أركز فقط على الأسرى الإسرائيليين. بقي 100 أسير إسرائيلي، ماذا يفعل نتنياهو بعد ذلك؟ أنا بتقديري المفاوضات سوف تتقدم
وسوف تكون هناك صفقة تبادل أسرى أيضا قريبة. نعم لن تكون غدا ولن تكون بعد غد، ولكن ضغط هذه المظاهرات والهستدروت والإضراب اليوم الذي سوف يعم كل إسرائيل سيكون له تأثير كبير. أستاذ علي، أريد أن أعلق معك ومع الأستاذ زياد العلول على ما تنشره أيضا الواشنطن بوست بأن الإدارة الأمريكية تخطط لتقديم مقترح اتفاق نهائي بشأن غزة خلال الأسابيع المقبلة إلى الأطراف بصيغة اقبل أو ارفض. يعني الإدارة الأمريكية ستقدم مقترح جديد، يا إما تقبل الأطراف يا إما ترفض. برأيك كيف يمكن أن يكون شكل هذا المقترح استنادا إلى التجربة خلال الأشهر الماضية؟ الآن بعد هذه الهزة العنيفة، أنا بتقديري هي هزة عنيفة، زلزال في داخل إسرائيل، العثور على الجثامين الستة وإعادتهم في توابيت، أنا بتقديري ثلاث نقاط أستاذ عبد الرحمن والسادة المشاهدين: انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، والنقطة الثانية هي التوافق على إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مع الموافقة على كل الأسماء الذين تطرحهم حركة حماس من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين قضوا زهرات شبابهم أكثر من 30 عام خلف القضبان في السجون الإسرائيلية، والذين يمارس بن غفير التعذيب ضدهم وما إلى ذلك. هذه نقطتين، إذن انسحاب إسرائيلي بالكامل والعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، والنقطة الثالثة هي البدء في إعمار غزة، وأيضا الحديث يدور عن قيادة فلسطينية، اتفاق سياسي شامل يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. أقبل أو لا تقبل، لا يوجد هناك خيار أمام نتنياهو. نتحدث عن 100 أسير إسرائيلي، وأنا أعرف جيدا كيف يفكر الإسرائيليين وما هي ثقافة الإسرائيلي فيما يتعلق بمقتل أسير إسرائيلي هنا أو هناك. بقي 100 أسير، لا يستطيع نتنياهو أن يتحمل مسؤولية دمائهم على يديه، لا يستطيع أن يواجه المجتمع الإسرائيلي، لا يستطيع أن يواجه المؤسسة الأمنية، وإلا سيكون هناك بداية تمرد عسكري من المؤسسة الأمنية. ربما هناك من يسأل كيف يمكن أن يحصل تمرد عسكري؟ نعم سيحصل تمرد عسكري، عندما يأتي يوف جالانت وزير الدفاع ورئيس الشباك ورئيس الموساد، وأيضا هناك جنرالات في داخل الجيش الإسرائيلي يقروا بأن انتهت العملية العسكرية. ماذا قال دانيال هاجاري؟ قال انتهت العملية العسكرية في قطاع غزة، بمعنى لم تعد هناك أهداف لدى نتنياهو. كل جندي أو ضابط إسرائيلي يقتل في قطاع غزة، الأسبوع الماضي 8 جنود وضباط قتلوا بدون ثمن. بدون ثمن. مع يعني الإشارة وجود الجيش الإسرائيلي وجود عبثي، تواجد الجيش الإسرائيلي هو وجود عبثي لا يقدم شيء. انتهت العمليات العسكرية، سنبدأ بمرحلة إعادة إعمار غزة وسنبنيها من جديد، انسحاب إسرائيلي كامل، توافق فلسطيني على حكومة توافق وطني فلسطينية بمشاركة حركة حماس والجهاد الإسلامي، منظمة التحرير الفلسطينية إعادة تأهيلها من جديد، ودخول حماس والجهاد الإسلامي على اعتبار أن حركة حماس جزء أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، وكل من يتجاهل حركة حماس كما حدث قبل 7 أكتوبر عليه أن يتعلم الدرس، بأن حركة حماس جزء أساسي من النظام السياسي الفلسطيني، وستكون شريك في إعادة إعمار غزة، وستكون شريك في القرار الفلسطيني القادم، وستكون حاضرة على طاولة الفضل. مع الإشارة أستاذ علي الأعور أيضا، لأنه حضرتك ذكرت التطورات في داخل الاحتلال وذكرت رئيس الموساد والقادة الأمنيين، هناك معلومات تم تداولها في الإعلام الإسرائيلي أو تسريب بأن هناك إمكانية لاستقالة قادة أمنيين كبار أيضا، استقالات جماعية أيضا. هذا تطور إذا ما حصل نحن سنراقب أيضا عن كثب هذه التطورات، لأنه هذا سيكون تطور كبير. ولكن بالعودة إلى الواشنطن بوست أستاذ زياد العلول، منطق اقبل أو ارفض، هذا المنطق الأمريكي عبر تقديم هذا المقترح النهائي بعد التشاور مع الوسطاء كما تقول واشنطن بوست، هل يمكن أن يمضي قدما من أجل الوصول إلى اتفاق؟ وما الذي يضمن للمقاومة أن هذا المنطق سيتوافق مع ما تريده، خاصة بعد التجربة الأخيرة؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تراجعت عن اتفاق تموز الذي وافقت عليه حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية. يعني بداية هو شيء مضحك عندما تتحدث الواشنطن بوست أن هذه المبادرة سوف تأتي في الأسابيع القادمة، وكأن الدم الفلسطيني الذي ينزف يوميا ليس له قيمة، وحتى الدم الذي ينزف من الصهاينة، يعني لأنه هناك قتل من الطرفين، لكن تتحدث عن مبادرة خلال أسابيع، بمعنى أنه تبقى أسابيع معدودة على الانتخابات الأمريكية، فأمريكا ليس في وضع ضغط
على الكيان الصهيوني أو على نتنياهو، لكن هي عندها استراتيجية في إدارة المفاوضات وكسب الوقت لدى نتنياهو. يعني مبادرة الثاني من تموز أو يوليو الماضي كانت مبادرة، وبايدن نفسه قرأ بنودها ثم تبعته هناك قرار مجلس الأمن، ورغم ذلك نتنياهو لم يصغي يعني لمبادرة الرئيس الأمريكي ولا إلى قرار مجلس الأمن، واستمر في القتل والتدمير والمزيد من التدمير في الشان الفلسطيني وفي المناطق الفلسطينية. إذا لا أتوقع أن يكون هناك ضغط حقيقي أمريكي، وأمريكا كما يعني نقول أنها تلعب في الوقت الضائع، يعني هي الآن يبقى شهرين على إدارة بايدن يحاول أن ينجز شيء. لو أراد أن ينجز شيء كان عنده 11 شهرا كلها يعني محاولة الإدارة الأمريكية أن تحقق شيء، لكن هو للأسف كانت دائما شريكة في دعم هذا الاحتلال ودعمه في السلاح والمال، وإلى اليوم هناك معظم السلاح. اسمح لي هنا أستاذ زياد العلول، لأن هناك تطور له علاقة بمدينة الخليل. كما تعلم مدينة الخليل شهدت عملية بطولية كبيرة أستاذ علي الأعور، نحن نتحدث هنا عن العملية التي أدت إلى مقتل 3 من رجال الشرطة الإسرائيليين. قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وتطلق قنابل الصوت والغاز. نحن نتحدث بأن جنوب الضفة الغربية ساند شمال الضفة، وجاءت العملية في ذروة الاستعداد الأمني الإسرائيلي بهذا الشكل المتقن، لأن الرصاصات التي أطلقت هي 11 رصاصة فقط، ما يعني أنه من أطلقها أيضا مدرب وكان جاهزا لكي يطلق هذه الرصاصات. الآن إسرائيل أستاذ علي الأعور عندما تقتحم مدينة الخليل وتطلق قنابل الصوت والغاز بالرغم من استشهاد المنفذ، ما الذي تسعى إليه من خلال هكذا أفعال؟ نعم، ربما إسرائيل أرادت عبر بن غفير وسموتريتش أن تمرر مخطط خطير جدا. هذا المخطط صادقت عليه الصهيونية الدينية، حقامات الصهيونية الدينية في القدس الغربية صادقوا على ضم مناطق سي في الضفة الغربية، صادقوا أيضا على تهجير أهلنا من شمال الضفة الغربية، ويعتبرون أن هذه المخيمات، مخيم الفارعة، مخيم جنين، مخيم بلاطة، مخيم نور تشيرمس، هي بؤر ثورية. ولذلك كانت العملية العسكرية الواسعة التي استخدمت فيها الطائرات والمسيرات والصواريخ الموجهة، وقتلوا شباب في الزبابدة بمسيرات، وقتلوا شباب في أيضا الفارعة وفي مخيم نور شمس أستاذا، ودمروا كل شيء، البنية التحتية، على اعتبار أن الثورة موجودة في شمال الضفة. من أين جاء الرد أستاذ عبد الرحمن والسادة المشاهدين؟ جاء من جنوب الضفة الغربية، جاء من قلب الخليل، من جبل الخليل، وكان معروف دائما وأبدا أن جبل الخليل وكل شعبنا الفلسطيني هو مناضل دائما وأبدا، يناضل من أجل حريته واستقلاله ومن أجل شعبه. جاءت المساندة من قلب الخليل، من جبل الخليل، وكانت عملية اليوم 3 ضباط من الشرطة الإسرائيلية تم قتلهم من قبل منفذ فلسطيني من جبل الخليل. ما هي رسائل وما هي تداعيات هذه العملية؟ تداعيات أن قوات الاحتلال تقتحم الخليل وتقتحم أيضا مدينة رام الله في الضفة الغربية في هذه الأثناء. نعم، ولكن هناك تداعيات أخرى، ربما هناك خلايا نائمة بدأت تستيقظ أستاذ عبد الرحمن. عودة إلى العمليات الاستشهادية، ما معنى أن الشاب يأخذ سلاح ويذهب ويقتحم مستوطنة كارميت سور ويدخل ويقتحم بوابة المستوطنة ويطلق النار على الحارس، ثم يدخل في داخل المستوطنة ويطلق النار ويستشهد؟ أما السيارة المفخخة التي ذهبت أيضا إلى غوش عتسيون وأيضا تم استشهاد. إذا عودة إلى العمليات التفجيرية، هناك فكر جديد، هذا عمل منظم، هذا عمل تنظيمي. من أطلق الرصاصات 11 رصاصة هذا مدرب، هذا لديه القدرة الكافية على ربما وجوده في تنظيم معين أو في جهاز معين. وبالتالي ما حدث رسالة إلى بن غفير، عندما تصرح يا بن غفير بأنك ستبني كنيس في المسجد الأقصى المبارك عليك أن تدفع الثمن، وتعلم جيدا أن هذا لا يمكن أن يحدث إطلاقا، ولن نفرط في سنتي متر من المسجد الأقصى المبارك. أما سموتريتش الذي يتباهى ويقول لدي مخطط 5 مستوطنات جديدة، غير انه دخل بعمليه عسكريه واسعه في جنين ونور شمس وذهب الحمل، قال لدي 5 مستوطنات في بيت لحم وفي اريحه و3 مستوطنات في شمال الضفه الغربيه، ونسي ان اي تواجد للمستوطنين في الضفه الغربيه سيكون له ثمن. يا جماعه، ما فيش وجود الاستيطان والاحتلال لن يمر على الشعب الفلسطيني بدون ثمن. اذا هذه رساله الخليل، هذه رساله جبل الخليل. وفي رساله كبيره ايضا خرجت من الخليل استاذ زياد العلول، كتائب شهداء الاقصى
هي من تبنت هذه العملية، والحديث أنه من قام بهذه العملية كان أحد الأفراد الذين هم ضمن الحماية الأمنية لرئيس السلطة الفلسطينية واستقال عام 2015. ما الذي يعنيه أن تتبنى كتائب شهداء الأقصى هذه العملية، وما الذي يعنيه أن يكون من نفذ العملية كان أحد المنضوين ضمن الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ هذا تطور خطير وتطور كبير، وأنا أقول الأمور في الضفة الغربية تتدحرج، ونحن نتحدث عن عشرات الآلاف مما ينتمون للأجهزة الأمنية الفلسطينية. إذا كان فقط 5% يتمردون على قرار رؤساء هذه الأجهزة، هذا يكفي لأن يزلزل الأرض تحت هذا الكيان. الضفة الغربية تغلي، وما يفعله نتنياهو باقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية هو يؤجج هذه يؤجج المقاومة الفلسطينية للرد، ويؤجج المقاومة الفلسطينية للرد على اعتداءات المستوطنين في حق الفلسطينيين في القرى الفلسطينية، عدا عن الاقتحامات المتكررة في المسجد الأقصى وفي القدس. إذا ما يحدث في الضفة، وهو أنا أقول أنه ربما يكون الأخطر على دولة الاحتلال من قطاع غزة، لأننا نتحدث عن 1,000,000 مستوطن يعيشون بين ظهرانين قرى ومدن الضفة الغربية، نتحدث عن جنين وطول كرم تبعد عن تل أبيب بضع كيلومترات. إذا الخطر الحقيقي للمقاومة الفلسطينية إذا تدحرجت سوف يكون في الضفة الغربية. والدليل على كلامك أستاذ زياد أن إسرائيل زجت بقوات أمنية 3 أضعاف عما هو في قطاع غزة، يعني رقم مهول. وإذا تحركت الضفة الغربية بشكل أوسع لن يكفي جيش إسرائيل كامل على حفظ الأمن في الضفة الغربية. كما قلت هناك 1,000,000 مستوطن موزعين على قرى ومدن الضفة الغربية، عدا على قرب المناطق الفلسطينية من المناطق المحتلة عام 1948. إذن هذا التلاحم الجغرافي بين الضفة الغربية ومدن 48 وتوزع المستوطنات والطرق الالتفافية على المناطق الفلسطينية، لا يمكن أن يستطيع هذا المحتل أن يحافظ على أمنه إذا انفجر الوضع في الضفة الغربية. وأنا أقول يتدحرج، لكن نتنياهو هو بكل عنجهية يهرب من قطاع غزة فيفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية دون أن يدري هو كما يعني يذهب إلى خراب عشي. فلذلك أنا أقول تطور المجتمع الصهيوني الآن في المظاهرات والدعوة إلى إضراب، هم يعرفون أن نتنياهو يذهب في هذا الكيان إلى الهاوية من أجل أن يحافظ على كرسيه وكرسي بن غفير وسموتريش، ولا يوجد أحد آخر في داخل الكابينت مؤيد لنتنياهو بما فيه قادة الجيش، قادة الموساد، قادة الشباك، السياسيين، المعارضة، كلها ضد نتنياهو. لكن نتنياهو ما زال مستمر في غيه وغروره وعنجهيته، وبالطبع يعني الدعم الغربي وخاصة الأمريكي هو من يعطيه هذا الغطاء. فلذلك أنا لا أتفائل ولا نتحدث عنه عن ضغط حقيقي، بل أمريكا هي راعية وهي شريك في الجريمة الصهيونية، ونتنياهو مستحيل أن يستمر في هذا القتل والتدمير دون أن يكون هناك غطاء دولي على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. إذن هي مدينة الخليل أستاذ علي الأعور، هذه المدينة في جنوب قطاع غزة التي انتصرت لشمال في جنوب الضفة الغربية، والتي انتصرت لشمال الضفة الغربية الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي واسع، ما الذي تعنيه في الوجدان الفلسطيني؟ ما أهمية أيضا هذه المدينة التي ينتشر فيها أيضا المستوطنون بشكل كبير؟ أولا، تواجد المستوطنين والمستوطنات في جنوب الضفة الغربية وفي الخليل تحديدا والحرم الإبراهيمي وسيطرة المستوطنين وعربدتهم أيضا في داخل البلدة القديمة في الخليل، أصبحت الردود واضحة. الرد اليوم عملية حاجز ترقوميا كانت رد واضح على كل عربدة المستوطنين في جبل الخليل وتحديدا في منطقة الحرم الإبراهيمي وفي منطقة المستوطنات، حيث يسكن أيضا بن غفير في مستوطنة كريات 4. الضفة الغربية 6,000 كيلومتر مربع أستاذ عبد الرحمن، من جبل الخليل إلى جنين، هذه المساحة الكلية أنا بتقديري بطبيعتها الجغرافية
اكثر ايضا، ووجود ما يعادل من 750 الى مليون مستوطن في هذه الاراضي الفلسطينيه. الفلسطينيين والقرى الفلسطينيه محيطه بكل مفترقات الطرق التي يمر منها المستوطنين، والضفه الغربيه تشكل خطر كبير على اسرائيل، ربما يعادل ان لم يكن اكثر من خطر قطاع غزه. نتحدث عن الجيوبوليتيك، عن الجغرافيا السياسيه، عندما تكون جبال رام الله تبعد 4 كيلومتر فقط عن مطار بن غوريون، يعني اي ضربه تخرج من جبل رام الله تصل الى مطار بن غوريون، كفار سابا تبعد عن طول كرم كيلومتر واحد فقط، اما جنين وحيفا فهي توأم الوطن الواحد، وبالتالي انا بتقديري هنا الخوف من الضفه الغربيه. والخوف يبدو الخوف يا استاذ علي الاعور يبدو انه يتصاعد، يعني هناك مصادر صحفيه فلسطينيه تتحدث الان عن اطلاق نار يستهدف الحاجز الشمالي للاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. بالأمس كان هناك مضايقات كبيرة من قبل المستوطنين بحماية الاحتلال للفلسطينيين في قلقيلية. اليوم المشهد يتغير، إطلاق نار يستهدف الحاجز الشمالي للاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. هذا ما كنت تتحدث عنه أستاذ علي وأستاذ زياد، أنه هناك اشتباك مباشر، هناك احتكاك مباشر، المستوطنون حواجز الاحتلال، هناك تماس، هناك التحام، ما يجعل من الضفة الغربية قلق كبير جدا قد تغير كل المعادلة بالنسبة للاحتلال. وهناك حاضنة شعبية الآن أستاذ عبد الرحمن والسادة المشاهدين، هناك الآن حاضنة شعبية، كانت المقاومة في جنين، كتائب جنين، كتائب بلاطة، كتائب بخير نور شمس وعريل الأسود، الآن هناك حاضنة شعبية جماهيرية مع هذه، خرجت المظاهرات يوم أمس في قلب مدينة رام الله تهتف جنين وتهتف لغزة. ولكن أيضا التطور الجديد هو أن هناك من الشباب الفلسطيني الآن ممن هم ينتمون أيضا إلى الأجهزة الأمنية. ماذا كان يحضر الشباك الإسرائيلي؟ على مدى 11 شهر الشباك الإسرائيلي جهاز المخابرات العامة في إسرائيل كان يحذر من اندماج عناصر الأمن الوطني الفلسطيني ودخولهم في هذه المواجهة، دخولهم في هذه المقاومة. ما الذي يجعل المستوطنين يعربدون على قرية جد ويحرقوها بالكامل؟ ماذا كان يقول سموتريتش؟ فاير حوارة، فاير جد، فاير المغير. لا، الآن المعادلة تغيرت، الجماهير في قلقيلية الآن تنقلب على المستوطنين، وفي جبل الخليل أيضا هناك عملية في حاجة ترقومية، أما في بيت لحم وفي رام الله وفي الوسط أيضا هناك المعادلة مختلفة كليا. الضفة الغربية تعيش على صفيح ساخن، انفجار ربما يحدث في أي لحظة. لا نتحدث، هذه انتفاضة شعوب، هذه انتفاضة شعوب يا جماعة، مش كبسة زر بدك تبسها اليوم، لا، ممكن بعد ساعة تكون هناك انتفاضة مفتوحة. هناك 40,000 عنصر من عناصر الأمن الوطني الفلسطيني والمخابرات والأمن الوقائي، تخشى إسرائيل اندماجهم في هذه المقاومة. هذا ما يخيف إسرائيل. اليوم منفذ عملية ترقوم من أين جاء؟ كان هو أحد جهاز الحرس الرئيس أبو مازن. إذا نحن نتحدث عن أولاً حاضنة شعبية، جماهير تلتحم تدافع عن مخيم نور شمس وتدافع عن غزة. الآلة التي قتلت أطفال جباليا يوم أمس هي نفسها التي قصفت الزبابدة وقتلت في نور شمس والفارع الشباب. إذا نحن نتحدث عن جغرافيا الوطن الواحد، نتحدث عن رفح وجنين ورام الله والقدس وغزة وكل مكان. إذا هذه المقاومة أخي عبد الرحمن والسادة المشاهدين، نعم، وبالكريم نحن نتحدث عن وطن يناضل من أجل قضية عادلة. 13 مليون إلى 14 مليون فلسطيني على هذه الأرض المعمورة، نحن نناضل من أجل قضية عادلة، إنهاء الاحتلال وإنهاء الاستيطان. وأنا أريد أن أختم وأنهي هذه التغطية بسؤال أخير ولو بدقيقة الجواب أستاذ زياد العلول، عن أيضا نعود إلى ما بدأنا به عن التحركات، لأنه فعلا يعني نحن وفي هذه التغطية نعرض مجددا هذه التحركات، تظاهرات ضخمة جدا، الحديث عن حوالي 350 ألف خرجوا في تل أبيب بهذا المشهد أيضا للضغط على بنيامين نتنياهو. الهست دروت دخل على الخط. الآن ما هو المتوقع أستاذ زياد العلول؟ إلى أي مدى هذه المشاهد، تحرك الضفة بهذا الشكل، صمود غزة الأسطوري والكبير، استمرار جبهات الإسناد، هو الذي يضغط على واشنطن من أجل أن تقول بأننا نتواصل مع الوسطاء كما أعلنت الواشنطن بوست قبل قليل من أجل أن نقوم بإعداد مقترح نهائي اقبل أو أرفض؟ يعني لولا كل هذه العوامل هل كانت واشنطن لتقدم على ذلك؟ هي بداية حرب تحرير للشعب الفلسطيني، هي بداية حرب التخلص من هذا الاحتلال. وأنا أقول أن الانتفاضة والمقاومة سوف تتصاعد في الضفة الغربية وفي كل المناطق الفلسطينية، وسيجبر الفلسطينيون العالم على الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
العلاقة مع هذا المحتل يجب أن تنتهي، يجب أن ينتهي هذا الاحتلال، والعلاقة الطبيعية هي مقاومة. لا يوجد تعايش بين شعب يرزح تحت الاحتلال ومحتل. العلاقة الطبيعية مقاومة هذا المحتل، وما حدث في غزة هي بداية الطريق، وما يحدث في الضفة هو الآن اكتمال المشروع واندماج كل مكونات الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وحتى خارجه، سوف يلتحق أيضا في معركة التحرير. وأنا أقول يعني اقتربنا من نهاية هذا الاحتلال، وأرى أن سقوط هذا الكيان ربما يكون أسرع مما نتخيل، لأن هذا الاحتلال لا يمكن أن يستمر دون الدعم الغربي الذي بدأ يتلاشى. وما يحدث داخل المجتمع الصهيوني هذه بداية عوامل الانهيار لهذا المشروع الصهيوني. شكرا جزيلا لك المتحدث في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج لفلسطيني الخارج الأستاذ زياد العلول على وجودك معنا في هذه التغطية، والشكر الجزيل لك أيضا أستاذ علي الأعور الخبير في الشؤون الإسرائيلية على وجودك معنا من القدس المحتلة. الشكر الدائم والأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة دائما المزيد الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية، وإلى اللقاء.